بالنسبه لمتي الجديده مدينه كبيره، بعد اول حاجه خصهم يديروا العداد، كيخدموا بلا عداد. وانا بالنسبه للزبون راه ماشي في الصالح ديالو. وبالنسبه للثمن 7.5 دراهم نورمالمون خصو يخلص الزبون على حسب المسافه اللي غادي. الا كان العداد ديك الساعه العداد داكشي اللي حسبوا راه خصو يخلصو. اي راه نوع من الاحراج المواطن. كاين بعض المرات الانسان كاع ما يقدر يمشي على رجليه جوج خطوات، كيقول عندي 7 دراهم شدها طاكسي، طلع من مول طاكسي يقول لك 10 دراهم ولا 20 درهم، هذا راه ولا ابتزاز. راه ما كايناش، راه ما كايناش مراقبه. وكانت مراقبه خصهم يحيدوا لهم بيرميت كونفيونس، رخصه الثقه خصها تحيد. يعني هذا كيولي نصب. اخويا بالنسبه للطاكسي كل واحد وكيفاش كيتعامل معاك. كاين اللي مثلا كتلقاه كيبغي يتساعد مع بنادم، كتقول لي مثلا عندي غير 8 دراهم ولا 7 دراهم، يقول لك ماشي مشكل. وكاين اللي كتعطي ديك 8 دراهم كيبقى يهضر شويه، يقول لك حنا جايبين ضاربين طراجي وداك الشيء. دابا وليت انا اش كندير؟ كان قبل سميتو كنتشاور معاه، نقول له بشحال اخويا، كنتسول باش نتاكد من الامور، واش 10 دراهم ولا 8 دراهم، شي لك. واش شي واحد راه كيلقاو احراج بحال مثلا شي واحد ما عندوش، غادير اللي غادي توقفوا في نص ديال الطريق ما جاتش. احسن حاجه هي تساعدوا فيما بيناتنا، ما كانش عندك هو يتساهل معك، كان عندك صافي عطيك 10 دراهم وصافي شادي هادشي لك. ما عرفتش هاد القضيه، حنا شوف ملي كتسولو كيقول لك تا هو راه كلشي تزاد، تقول لك الطريفه انايا اش غندير معاه من الطريفه وهذا، فهمتي؟ ما كتلقى ما تقول، تقول لي صافي ساهر ماشي مشكل. مسافه بعيده بحال مثلا كنتي غادي مثلا لافاك ولا غادي للحي الجامعي 15 درهم، بعد مرات 20 درهم كيقول لك، كنتي غادي جوج ماشي نقول لك 20 درهم، كنتي غادي بوحدك 15، لا ما كاينش ستابل. هي صراحه من الاحسن يديروا شي قانون ولا شي حاجه كتحدد المسافه، المسافه فلان فلانيه الثمن، المسافه هذه شوف واحد يبقى غادي ومرتاح ماشي. بالنسبه للسؤال ديالكم الوجيه على التسعيره واللي قالوا فيها الكثير من الكثير، التسعيره الحاليه اللي خدامين بها وهي ديال الاشخاص، يعني واحد جوج ثلاثه، شخص واحد راه 8 دراهم، جوج راه 10 دراهم، ثلاثه كانت 12 درهم راه ولات 15 درهم. هذه ابار المسافات البعيده وديال الليل، حنا ما تنحسبوش المسافه ديال الليل بتاتا، ما تنحسبوش بها. ولكن قله قليله، ماشي الاغلبيه، ماشي الاغلبيه، قله قليله كاين. وحنا راه دابا حنا مستقبلا، حنا راه مقبلين ان شاء الله الرحمن، حنا مقبلين على العداد، راه سوا اليوم سوا غدا. كان واحد الوقت حنا كنا ضد العداد، اما حاليا دابا مني دابا راه المهنه راه كبرات، الطاكسيات راه تزادوا، السائقين تزادوا، يعني المشاكل كثرت. اذا هنا دابا راه حنا والدليل على اننا راه مع العام السابق راه كان تم الاتفاق، غير اللي كان هو حبسنا وهو الزياده في الغازوال اللي كانت وصلت واحد التسعيره اللي قياسيه اللي ما تحملهاش السائق، وما غاديش الا دار العداد ما غاديش تخرجوا. ماشي الجميع، كاين اختلاف، لان قال كاينين احنا تنتعايشوا راه بحال اللي تندير كاين الريكولاج، يعني راه يقدر دابا انتم دابا بالنسبه جبتوا لي غير المسافه القصيره مثلا، قلت لي راه تيهزي منا وتيدي مني 10 دراهم، وما جبتيش المسافه القصيره اللي غادي تنضرب به واحد المسافه وتيعطيني غير 10 دراهم، واللي هي ماشي هي ديالها، هذيك 10 دراهم ماشي ديال هذيك المسافه، ربما تقدر هذيك المسافه فيها 15 درهم، ولكن انا تنسمح راه شي تيخلص على شي. حنا دابا تنديروا الريكولاج هو اللي معاونا. شنو هو الريكولاج؟ راه تنهز ثلاثه الناس مثلا كل واحد غادي لبلاصه، تنصدق غادي ب 400 ولا ب 500 ولا ب 600 ريال غادي بهذيك الكورسه، كل واحد تنهبطوا في المكان ديالو، هذا هو اللي مشجعنا. اما دابا حاليا احنا مقبلين ان شاء الله الرحمن الرحيم، لا محيد على العداد، لا محيد على العداد. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.